السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتونا جدا 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 من الفيديو اللي فات. وقبل ما نبتدي كلامنا في الفيديو النهارده، حابه اعتذر لكم طبعا عن شكل المرهق وعيني التعبانه دي بسبب يومين سهر مع ابني، ربنا يشفيه ويعافيه. وشكرا لكم كلكم على دعواتكم لعمر، ربنا يجازيكم كل خير ويحفظ اولادكم. ندخل بقى في موضوع الفيديو بتاع النهارده. طبعا انتوا شايفين ان انا بقالي يومين ما نزلتش فيديوهات ولا لايفات، واخر فيديوهات من يومين انا منزلاها كان فيديوهات مع امي ما فيهاش اي حاجه خالص، وما جبناش سيره اي حد، لدرجه ان الشراشيح ما بقتش اصلا اسمعهم وعامله لهم عدم اقتراح لقنواتهم، خلاص دول انتهوا خلصنا. طلع لنا بقى على الساحه شرشوح جديد، ما احنا نخلص الشراشيح ندخل في شرشوح جديد، الدلدول الخاين. الناس بيقولوا لي يا رباب عمل لايف، قلت لهم ما يعمل ولا يكش، ما علينا احنا مالنا. قالوا لي لا، ما انت عارفه استاذ عادي هيطلع على الكنبه هيشردح لمين؟ لمين؟ عنده محتوى؟ ما عندوش. هيطلع في اللايف يتكلم عن حاجه انجاز ليه مثلا؟ ما عندوش. هيتكلم عن شغله؟ ما عندوش، عواطلي. فهيتكلم عن ايه يا رباب تفتكر انتي؟ فاكيد سيره سته وتاج راسه مدام هناء، اللي طبعا يعني عامله له هيسس في نافوخه والقرعه مدياله الاوردر، اطلع اتكلم تاني. بطل تعملك زي اليويو، قلتلك شكلك بقى عره عره، عارف يعني ايه كل شويه تديك الاوردر وتطلع على الكنبه تتنطط كده؟ دلدول والله العظيم، مش لاقيالك كلمه توصفك اكتر من كده، دلدول. فطلعته طبعا، اديت له الاوردر، فتح لايف واتكلم عن مدام هناء، وبرضه فينا لطش فينا برضه. طيب قبل ما ابتدي اي حاجه، طبعا الحمد لله الحمد لله نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا عارف اللي في نيتنا وعارف احنا بنعمل ايه وما بنعملش ايه، فدايما ربنا يبعت لي البراءه الالهيه من عنده كده. ما هو ما بقاش انا بدافع عن واحدة ست وعن عرضها وعرض بناتها لله والوجه الله وربنا يسيبني، يعني مش معقولة، لا يمكن. ربنا دايما بيبعت لي البراءة الإلهية بتاعتي ولله الحمد. لولا الفيديو اللي أنا كنت مصوراه في المستشفى دون أنا وجوزي، ما كنتوش عرفتوا إن أنا ابني في مستشفى ولا كلام من ده. هم دخلين له الأكونتات الشراشيح بتوعه بيشتموا فيه بأكونتاتهم، وبعدين يكتبوا له بقى من أكونتات تانية دي رباب اللي بتشتم فيك، بص رباب اللي بتشتم فيك، دول كلاب الست، دي اكونتات طليقتك. طيب اكونتات طليقته ازاي؟ ده اكتر واحد معاشرها وعارف ان الست دي ما بتعرفش تعمل اكونتات فيك اصلا، عشان يعني تعمل اي حاجة هي على قدها شوية في موضوع يعني ايه التقنيات دي. هو اكتر واحد عارف الكلام ده وبيشهد الشرشوحه قبل كده لما قالت ما بتعرفش تعمل اكونتات فيك وتقول مش عارفه لمين والمين، اعمل وادخل وسوي واعمل، صح كده؟ مش الشرشوحه ده قالت كلامها، وانت قلت لنا قبل كده كلامهم على العين وعلى الراس، وكلامهم مصدق وكلامهم مسلم بيه، وبيقولوا كلمه الحق زي ما قالوا كلمه الحق فيك قبل كده وفكرك بيها برضه، تمام؟ فالحمد لله انت عارف ان هي ما بتعرفش تعمل اكونتات فيك، وملهاش تواصل بأي قناة من القنوات اللي على الساحة غيري أنا، علاقة شخصية لوجه الله من غير أي حاجة خالص. فبديهي لو حد بقى هيوز، يعني لو ايه هتوزنا، يبقى هتوزنا احنا اللي ندخل نكتب لك، ما مش هتروح لمتابعين توزهم تقول لهم خشوا اكتبوا له مثلا، فالمفروض توزنا احنا، ده المنطقي وده البديهي، لانها ما بتعرفش تعمل اكونتات، فاكيد هتقول لي انا بقى، ما انا خبره بقى، خبره بقى في الموضوع ده، في موضوع الاكونتات الفيك، ها خبره بقى، تمام؟ مع ان والله لا عندي اكونتات فيك ولا هباب، بس ماشي، بس انا طبعا اعرف اعملها عادي جدا، لكن انا ما عنديش، تمام؟ فالمفروض ان هي تقول لي بقى، سبحانك يا رب، ربنا بعت لي البراءه الالهيه في الموضوع ده، لان انا كنت في المستشفى. اكيد اكيد مش هسيب ابني واقعد اعمل اكونتات وادخل اشتمك، يعني يعني انت مين انت يعني؟ والله ده لو قالوا لي مين اللي عامل لايف والله العظيم ولا كنت هدخل ولا كنت هعمل، يعني في وضع زي اللي انا كنت فيه ده ولا كنت هعمل ولا كنت هسوي اصلا يعني عشان اشوفك اساسا يعني. ف
فيعني الحمد لله براءة إلهية اهي. وطبعا امي طبعا نظرها ما يجيبش ولا تعرف تعمل حتى برضو اكونتات فيك، وجوزي كان معايا يعني الحمد لله اللي دخلوا شتموك امبارح في اللايف يا اما ناس حقيقية قرفانين منك يا اما اكونتات الشراشيح، ملهاش حل تاني. تمام، خلصنا من الاكونتات الفيك، ندخل بقى في لايف استاذ عادي بيقول ايه يا جماعة وبيحلف بالله، بيحلف بالله. بصوا متخيلين، قبل حلفانه بالله ده انا كنت عايزة اعقب برضو على كلمة يعني انت بتقول ايه رأيكم في الجلابية؟ اصل القالب غالب مش عارفة اقول لك ايه، اقسم بالله والله ما عارفة اقول لك ايه. انت عارف مين اللي بيقول الكلمة دي؟ بجد والله انت فكرتني بنانسي عجرم لما كانت طالعه بالجلابيه وبتنشر الغسيل، وكانت الجلابيه دي يعني نازله مكسره الدنيا بقى، بس جلابيه نانسي عجرم، متخيل انت؟ فانت لما تطلع واللايف كله ستات عندك بسم الله ما شاء الله، يعني ما عندهمش شنب بيقول لهم عيب اللي انتوا بتسمعوه ده، بتقول لهم ايه رايكم في الجلابيه؟ عجباكم؟ في واحده فيكم هتدفع ده انا تحت الطلب يا جماعه، مش عاجباكم؟ مفيش واحده فيكم ناويه تشخل الجبه؟ طب ملصق حتى بجنيه اي حاجه اي، ده انا عايزه الم 3000. خلي بالك، خلي عندكم نظر، القلب غالب. قلب ايه الكلام ده للستات حضرتك؟ انت فاهم غلط، انا ابتديت اشك في الموضوع ده، انا بقيت حاسه ان الشرشوحه عندها حق، هي قالت عليك ان انت متحول، فيعني انا بقيت شاكه في الموضوع في ايه يعني. القالب غالب ده بتاع الستات يعني، ويقولوا لك رأيهم في الجلابية يعني، ما في ايه حضرتك؟ مالك مالك؟ انا قلت قبل كده، انا قلت قبل كده اطلع اربط القمطة وهات مخرطة الملوخية معاك، قبل كده تقول لهم اسألوني عن الطبيخ، والمرة دي تقول لهم ايه رأيكم في الجلابية اصل القالب غالب يعني محتاجة تعملي شفط شوية يعني تعملي نفخ شويه، مش هنقول لك ايه طيب يعني، هنقول راينا في ايه يعني، ما علينا مش مشكله ماشي. وبعدين قلت ايه؟ بيقولوا ان انا محتواي ان انا اجيب امي تدعي لي، هو في حد يعرف يعمل المحتوى ده احسن محتوى؟ يا سلام، راضي عني يما، راضي عنك يا ابني، ابوس ايدك لا ترضي عني هو ده المحتوى بتاعك؟ راضي عني يما، راضي عنك يا ابني، بس يعني انت انت خرجت ولادك من القناه، حلو ماشي، هتعمل انت بقى فيديوهات لنفسك كلها سلسله راضي عني يما، راضي عنك يا ابني، بس بجد والله يعني هو ده المحتوى؟ يا ده الموضوع طلع سهل قوي، طلع سهل والله بجد، هو ده يبقى محتواك الفتره اللي جايه يعني خلاص كده؟ ولا محتواك ان انت كل شويه تعمل فيديو او لايف على مدام هناء وتاخد منه السبوبه وشكرا على كده؟ يعني هو ده محتواك؟ مش انا قلت قبل كده ان انت ما عندكش محتوى؟ مش انا مش ده اللي انا قلته؟ وقلت ان انت طالع عشان مشاهدات مش اكتر من كده؟ والله العظيم انت راجل مهزأ اقسم بالله، يعني كلمه مهزأ دي انت عدتها بمراحل، انت يعني القرعه خليتك شرشوط اليوتيوب والمصحف ده حكت عليك اللي يسوى واللي ما يسواش، من استاذ لدلدول، كانوا بيقولوا لك استاذ دلوقتي دلدول، كنت تطلع مع مدام هناء لابس الماركات والساعات والبرفانات ومش عارفه ايه، وطالع دلوقتي تقول لهم رايكم ايه في الجلابيه، قول لهم رايكم ايه في الشبشب بعد كده ما تسكتش، سبحان مغير الاحوال، سبحان مغير. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ بكره يا ناكر خيري تعرف زمني من زمن غيري، كنت الاول ايه رايكم في الماركات وبلبس احدث قمصان وماركات الجزم وماركات الساعات، سبحانك يا رب. الا بخصوص صحيح الساعات، انا كنت عايزه انوه لحاجه برضو على موضوع الساعه ده، اصل القرعه كانت عاملة لايف وكانت بتتهم فيه مدام هناء بسرقة الساعة، نحب بقى ننوه لحاجة في الموضوع ده، ان انتوا كنتوا مع بعض انتوا الاتنين عندها، يعني اكيد السرقة كانت مشتركة بقى، يعني باعتراف القرعة ان انت حرامي، هي اللي بتقول، انا ما بقولش حاجة، هي اللي بتقول، ما السرقة لازم تكون مشتركة، ما احنا هنرتب الشنط مع بعض، هنفضي الشنط مع بعض اكيد، ولو هنبيع هنقسم مع بعض، يعني كل حاجة، اما كنتش انت بقى اللي واخدها لوحدك ومادام انا ما تعرفش عنها حاجة، صح ولا احنا غلطانين؟ يبقى السرقة كانت مشتركة، فرد انت بقى على الموضوع ده.
احنا سايبين طبعا، انت برضو دي مش هتسمعها، دي هتقع من على ودانك برضو، مش هتطلع تشهد فيها. ابسلوتلي، لا انا مش سامع. قالت عليا حرامي، مش مشكلة، عندها بلاوي سودا، لو فتحت بقي هتطلع تخليني ممسح ممسحة. وانت عارف الحاجات اللي عندها، هتخليني ممسح، فانا اسكت. قالت لي حرام، مش مشكله، الكلمه ما بتلزقش، مش مهم اذا كان سامحت اللي قالوا عليا ديوس وديك المزابل وراجل متحول، ومش هسامح دي اللي قالت عليا حرام، ده اوصاف خفيفه، مش مشكله، ما بتلزقش، اعمل نفسك ما سمعتش. برضو زي قبل كده ما سمعتش ان هي قالت ان مدام انا كانت بتصوركم من وراكم وانتم ما تعرفوش عشان تشهر بسمعتها، وانت عملت نفسك برضو نايم على ودنك ما سمعتش، مش مشكلة. يعني انت تقلل كتير كتير، ما بتسمعش، انت ما بتسمعش، مش مشكلة، مش مهم. فالمهم بقى ندخل في موضوعنا. بتحلف بالله، بتقول لهم والله العظيم، انت انا مش عارفة انت ازاي بتحلف بالله كذب كده، يعني انا يعني مستغربات بصراحة. والله العظيم، ايوه والله العظيم، ايه انا قلت بس هيقول قد تقرر الاتي زي الفيديو اللي فات، قد تقرر نسمع تقرر ايه، طلع تقرر خيبته، ما علينا مش مشكلة. تقرر الاتي، والله العظيم والله العظيم انهم طلعوا عليا عشان انا رفضت انهم يدخلوا بيتي. خلي بالكم، خلي بالكم يا ولاد، هو رفض ان احنا ندخل عليه بيته، ندخل له بيته سوري، فاحنا طلعنا عليه. طيب يا استاذ عادل، اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل مبدئيا كده، حلو حلو، فين الدليل على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني طلع لنا فويس، طلع لنا رساله، طلع لنا اي مصيبه سودة تقول ان احنا طلبنا منك اصلا ان احنا نيجي عندك من اساسه، او انت قلت لنا تعالوا. يعني طلع اي حاجه تثبت الكلام اللي انت قلته ده. حلو حلو، لان ماما ما كلمتكش مكالمتين ثلاثه على بعض وكان عشان صلح ما بينك وما بين مدام هناء، مش اكتر من كده. يعني لا كان فيها عزايم، ولا كان فيها ان احنا اصلا طلبنا منك، ولا ان انت رفضت من الاساس. الحكايه كلها كانت لما مدام هناء جت عندنا وعزمناها، وطبعا نورت الدنيا عندنا، بعد كده سافرت، قالت لنا انا هسافر ومش عارفه ايه، وان شاء الله لينا مقابله تانية مع بعض عشان انا نازله مصر تاني قريب، ايام بقى ما جات لك عشان تصلح العلاقات ما بينكم ومش عارف ايه، صح لغايه كده تمام تمام. فلما جت بعد كده قالت لنا ايه، قالت لنا اذا سمحتوا انا نفسي ارد العزومه اللي انتوا عزمتوها لي، فتيجوا عندي في الدقي عند بيت والدها، تيجوا وتنوروا الدنيا، وكمان تتعرفوا على اخواتي، وتبقى فرصه ان العائلات كلها تتعرف ببعض، او اعزمكم في مطعم بره. ومدام هناء حيه ترزق تشهد على الكلام ده. كان ردنا احنا عليها ايه؟ احنا اللي اعتذرنا، احنا اللي اعتذرنا، قلنا لها احنا اسفين يا مدام هناء، يعني ماما مش قادرة ان هي تدوس على رجليها ولا تنزل ولا كلام من ده، ما بتنزلش غير للضرورة، يعني بتبقى واخدة حقن لركبها وحقن للخشونة والكلام ده، فيعني بتنزل بالضالين زي ما بيقولوا، يعني للحاجة الضرورية قوي، فيعني ان هي تروح مشوار زي كده ومش عارف ايه ده، يعني صعب عليها قوي. حتى كان الكلام انت منتو رحت عزومة مدام عائشة ومش عارف ايه، قلت لها يعني والله العظيم راحت بتضلين وكنا مسندينها، وكان يوم يعني ما اقولكيش، وراحت ورجعت كذا مره ومش قادره تنزل من العربيه، لا وترجع العربيه تقول لا روحوني وخشوا انتوا، ونتحايل عليها ومدينها ابر ويعني ومسندينها، وكانت متمرمطه اخر مرمطه اليوم ده، بس عشان مدام عائشه ما تزعلش، وكانت اول مره ان احنا نتشرف بالست دي، فطبعا ان احنا نرفض دعوتها كانت هتزعل. تمام تمام، فكان مين هيروح الدعوه دي؟ معلش يا جماعة فصلت الفيديو عشان الأذان كان بيأذن، فنكمل بقى كلامنا. فلو يعني قبلنا العزومة بتاعت مدام هناء اللي هي كانت، وكان الكلام على مطعم أو عند أهلها في الدقي، فلو كنا قبلنا العزومة كان مين اللي هيروح؟ مين؟ ما كانش فيه غير أنا وجوزي بس، وجوزي كمان
يعني عنده شغله برضه، يعني جوزي انتوا عارفين ان هو طول اليوم بيشتغل، يعني بيرجع بالليل خالص، يعني ما هوش فاضي غير يوم الجمعة والسبت، والجمعة والسبت تقريبا بيناموا، يعني انتوا متخيلين اللي هو عايز يرتاح طول الاسبوع، او لو هنغتت عليه قوي ان هو يخرجنا وتبقى خروجه في السريع كده عشان يلحق يرجع يرتاح وينام. فمين كان هيروح؟ وانا ما بروحش مكان لوحدي، فمين اللي كان هيروح؟ فانت طالع بتكذب على الناس وتقول لهم ان سبب طلوعهم عليا هو ان انا رفضت ادخلهم بيتي. اولا انت لا رفضت ولا عملت، لان اصلا ما كانش فيه عزومة عندك، ولا احنا طلبنا، ولا حضرتك عرضت علينا من اساسه، ومدام هناء تشهد. فلو في كلام ما بينك وما بين مدام هناء، فاحنا ايه اللي ضرنا بيه؟ يعني احنا ايه علاقتنا بيه اصلا؟ تمام. ومدام هناء اصلا ما عرضتش علينا، يعني عرضت علينا موضوع الدقي اول مطعم وشكرا على كده، ومع ذلك اعتذرنا. فتخيل لما تقول لنا لا هتسافروا لغاية المحلة، ده مين ده ان شاء الله؟ يا مين ده اللي يسافر لغاية المحل؟ أمنا اللي هي خروجها جوه القاهرة بنبص إيديها ورجليها أسبوعين ثلاثة عشان ترضى، ويعني من العربية للمكان وترجع تاني، وتبقى بتضلين وتعبانة واخدة حقن ودهنة كريمات ومتبهدلة عشان تروح مشوار، يعني ولا جوزي اللي ما عندوش وقت أصلا، ولا أنا، مين كان هيروح لك لغاية المحلة؟ ومع ذلك طلع دليل للناس، خليك استرجل كده وخليك راجل وطلع دليل للناس، وانا بتحداك اهو في فيديو على العام قصاد الناس، طلع الدليل بتاعك ان احنا قلنا لك ولا طلبنا منك اصلا ان احنا نروح عندك وانت رفضت. خلاص انا بتحداك اهو قصاد الناس تطلع دليل فويس او رسالة او اي حاجة. هي ماما كلمتك، وماما اللي كانت بتكلمك مرتين ثلاثة وشكرا على كده، وكان للصلح مش اكتر من كده. حتى انا في فيديوهاتي كنت بقول ايه، كنت بقول ده احنا على استعداد ان جوزي وماما يروحوا له للصلح، وطبعا ما عملناهاش لان هي اصلا صحيا ما تقدرش تروح. تمام. احنا كنا بنقول كده لعل وعسى يكون في باب للصلح، لكن ده اصلا ما حصلش ولا طلبناه، يعني من الاخر ولا طلبناه، ولا انت عرضت علينا، ولا كان مطروح اصلا الموضوع. فانت رفضت فين بقى حضرتك؟ يعني رفضت فين بجد والله؟ وبعدين معلش، يعني هو احنا اي حد هنروح له؟ يعني ايه يعني معلش، يعني مع اي حد هنروح له؟ احنا بقالنا 4 سنين يا جماعة على اليوتيوب، شفتونا رحنا في بيت اي حد؟ شفتوا حد جه بيتنا غير مدام هناء؟ الست دي الوحيدة اللي أمنتها تدخل بيتي، أمنتها ووريتها رسالتي ووريتها دنيتي ووريتها حاجتي ووريتها صور خالي وحاجات خالي والكلام ده كله، ومراته وولاده، وشافت كل حاجة عننا على الطبيعة. ليه؟ لأن أنا عارفة الست دي إيه، عارفة وفاهمة الست دي معدنها إيه ودنيتها على إيه. لكن معلش بالنسبة لك أنت، يعني هنروح لك يا اي حد هنروح له؟ اي حد هنتنازل ان احنا نروح له؟ طب بلاش، احنا ما عزمناكش ليه عندنا؟ يعني احنا عزمنا مدام هناء وبنتها طبعا ونوروا الدنيا، عزمناك؟ يعني احنا عزمناك حتى عندنا؟ ما هو مش اي حد ندخله بيتنا برضو، ولا اي حد نروح له. يعني حتى كان هقول لكم حاجة يا جماعة برضو من ورا الكواليس، ومدام هناء تشهد بالموضوع ده، ولو اختك عندها ضمير برضو تشهد، كانت بتكلم مدام هناء، ومدام هناء اديتها لي ساعة ما كانت عندنا وسلمت عليها ومش عارفة ايه، وكلمتها قلت لها احنا جايين لكم، او اتفضلوا احنا عازمينكم عندنا، ما حصلش، ما بيحصلش. احنا لينا طبعا اهالينا من البلد، يعني لما بيجوا عند ماما، وستات لما بيجوا عند ماما يعني بنبقى متحفظين شوية، فما بالك انت؟ يعني هنروح لك ببتاع ايه؟ يعني احنا ما بيننا علاقة مثلا، يعني العائلات تعرف بعض ولا اي حاجة، يعني لا في صلة، ولا امناك ولا عزمناك عندنا، ولا حتى احنا طلبنا ان احنا نجيلك عشان انت ترفض. فطلع دليلك قصاد الناس كلها ان احنا طلبنا منك كده، او كان في كلام اصلا على عزومة عندك
وان احنا طلبنا كده وعارفين الكلام ده وان حضرتك رفضت. حلو حلو. طيب ندخل بقى، شوفوا احنا مش من عادتنا ان احنا نطلع كلام كان على الخاص، بس بما انك بدأت التبلي وبدأت شغل الشراشيح فاتبلى عليهم وطلع سبب ومش عارفة ايه، مع ان يا جماعة ارجعوا لفيديوهاتنا، ارجعوا لفيديوهاتنا لأقل من شهر كنت طالع على نفس الكرسي ده وبقول لكم ايه، ها كنت بقول لكم ايه، كنت بقول لكم ده محترم، ده فلاح، ده اصيل، يا ريتهم يرجعوا لبعض، ده انا حاسه انهم بيعاندوا بعض ومش عارفه ايه، وبتفرج على فيديوهاتهم ودموعي بتنزل. افتكروا الفيديوهات دي، افتكروا الفيديو اللي انتوا كلكم دخلتوا هزقتوني عشانه وقلتوا لي انت بتدافعي عنه يا رباب، ده عامل ومسوي ومش عارفه، اقول لكم معلش مش معنى وتخشوا تقولوا لي اكتبي قولي له كذا قولي له كذا واطلعي قولي له كذا. قلت لكم ايه؟ قلت لكم معلش انتوا تقولوا له الالفاظ دي، لكن انا ما اقولش الفاظ زي دي. انا مش هتدخل في مشكله ما بينه وما بين مدام هناء، مشكله ازواج مع بعض يحلوها، مش معنى ان ما بينهم مشكله ان انا هطلع عليه او ان انا هوجه له اساءه. لكن اول رد علينا، اول رد لينا سوري عليه كان امتى؟ اول رد، افتكروا كده، وتاريخ فيديوهاتي عندي وتاريخ فيديوهاته موجود، ارجعوا كده للفيديوهات. اول رد لما راح عند القرعة وطلع في فيديو يهدد مدام هناء، ده اللي حصل. ومش بس مدام هناء، هو جابنا برضو، قال ده انا شفت فيديو على قناة ما، يعني احنا بقى ناس نكرة بقى، الواد يعني اشهر مشاهير السينما خايف يشهرنا بقى تقريبا، قناة ما، بقينا قناة ما على المنتدى عندها ما كنتش شفته. واحنا كنا جبنا سيرتك واحنا كنا كلمناك، وخليهم يسكتوا وخليهم يعملوا، وطلعت تهدد فينا وتهدد فيها، كنا احنا جينا ناحيتك؟ ده انا كنت الاخر حاجه عماله اقول لهم محدش يغلط فيه، ملناش دعوه بخلافاتهم، انسان محترم ومش عارفه ايه. هو انت بتزيف في الحقيقة ولا بقيت يعني واخد اسلوب الشراشيح اكذب فتعدي الموضوع؟ لا يا استاذ عادي، احنا بالذات ما ينفعش ان انت تكذب ولا تتبلى علينا، لان انت عارف ان انا هطلع اديك على نفوخك بالحقيقه. اثبت للناس وخليك راجل، ولو ما عملتش كده تبقى انت معترف بنفسك ان انت دلدول وحاجه تانيه بعيده عن الرجوله، ويبقى فعلا القلب غالب. تمام، اطلع اثبت رجولتك قصاد الناس بكلمتك، اصل الراجل بكلمته يا جماعه، ها الراجل مواقف وافعال مش كلام. تمام، اثبت ان انت راجل، وطلع اثبات ان كان في عزومه اصلا واحنا نعرف بيها وحضرتك رفضتها، بس اي اثبات اللي يعجبك. شوف انا شوف انا يعني متساهله ازاي، اهو في اكتر من كده. لكن تلقيح وشغل ستات انت منسوين بصراحه. وبعدين بتقول عشان تعرفوا مين فينا النطع ومين الدلدول ومش عارف ايه، يعني بتلقح على جوزي او بتلقح على اخو مدام هناء، واحد من الاثنين، ما هم دول الرجاله دلوقتي اللي ايه اللي على الساحه قصادك، ليه مفيش غيرهم رجاله صدقني، فانت ايه بتلقح عليهم. هو انت فاكر ان حد من الرجاله دي فاضي انه يسمع لك دقيقتين على بعض عشان يطلع يرد عليك؟ بجد والله، اصل الناس دي بتنام بدري ليه؟ عندها شغل الصبح، تنزل تشتغل ليه؟ بتجري على اكل عيشها، ما بيروحوش يدوروا على واحده ست تصرف عليهم يتجوزوا ويدوروا وينقوا الفريسه عشان تصرف عليهم، ما عندهمش الكلام ده. رجاله ما بياخدوش جنيه من واحده ست، ما بيعوشوش على واحده ست. انت بتقول ايه 3000، انا ما قلتش ان انا محتاج، انا ده انت كان ناقص تحط ايدك كده على بنار الفيديو، امال انت قلت ايه؟ بتقول ده انا لو قلت لو هلمهم عشان اخلص تخلص، ده هي اللي خلصت من قرفك، اقسم بالله والله العظيم ده ربنا نجدها. الست دي احنا جايبين لها عريس، انت لو شفته اقسم بالله هتقعد تعيط على جنب الحيطه، هتقعد كده جنب امك، ايه ده ايه لي يما، هتقول لك ادعي لك بيه وانت حالك مايل. والله لو المسلمين كلهم دعوا لك ما هتتصلح. والله لو قعدت تقعد يعني لو شفته هتقعد تعيط، يعني بسم الله ما شاء الله.
فيلته وشركته ودنيته، حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. وفرنسا برضو، وعنده الجنسية واللغة بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة تانية. يعني انت لو شفته هتقعد تعيط. يعني فاحنا مستنيين، ده احنا اللي عايزين نخلص، يعني ده احنا بفارغ الصبر. ومع ذلك الحمد لله الست بعد ما كانت رافضة قبل كده قالت اخلص العدة بتاعتي واتطلق والدنيا تبقى تمام. معلش يا مدام انا ان انا هقول الجملة دي، سامحيني بس عشان يفهم وضعه، يعني ما يعني لو عدى عليك الفيديو ده وشفتيه ما تزعليش. الست قالت ايه؟ قالت ومع ذلك اما اتطلق واخلص العدة ومش عارف ايه ممكن افكر وعادي ان انا يعني ربنا يكرمني بحياة جديدة. ده الست اللي قالته، انت متخيل؟ يعني مش هيستعناك حتى ان انت تشيله الشنطة. يعني مش فاهماك بصراحة، بصراحة انا مش فاهماك. يعني احنا كنا بنكبر بخاطرك ونقول لك استاذ، بنكبر بخاطرك، لكن حضرتك استاذ في ايه؟ يعني ايه انجازاتك في الدنيا؟ والله العظيم بتشتغل مثلا؟ مفيش. رحت اشتريت اراضي من فلوس الست الغلبانة، من فلوس اللي انت نصبت عليها فيها وحالتها في القروض ومش عارف ايه، وخلتها تلف حوالين نفسها وانت نازل هنا بدم بارد عشان تعرف ان انت ما عندكش حبة من الاحمر، نازل بدم بارد تشتري اراضي ان شاء الله تولع باذن الله. الفلوس اللي انت اشتريت بيها الفلوس الحرام دي ان شاء الله تولع كده، عارف تولع وتقعد تتحصر جنبيها ان شاء الله، انا متأكدة. فانا يا جماعة مش من عادتي ان انا اقول كلام كان حاصل على الخاص، لكن البني ادم المستفز ده هو اللي بيجبر الواحد انه يتكلم. لو هنشوف مين اللي كان بيلحس الجزم ورا مين، فتعال افكرك لو انت ناسي. انت اللي اتحايلت على ماما عشان تاخد بس رقم تليفون خالي اللي في فرنسا، انت اللي لحست الجزم عشان تاخد بس رقمه عشان يمكن يشوف لك شغلانه هناك، مش ده اللي حصل؟ واحنا مش ناس خاينة عشان نسجل. فحظك ان انا ما عنديش كلام على دليل على الكلام اللي انا بقوله ده، غير اقسم بالله، اقسم بالله مش يمينك انت بقى الكذب اللي انت عارف ان هو كذب. ليه؟ لو في عزومة اكيد في ترتيبات وفي كلام وفي مسجات وفي في ليلة كبيرة عشان نرتب للعزومة اللي انت رفضتها. لكن انا كلامي كان كلام عام، يعني كنت بتتكلم مع ماما الكلام كان عام. فطبعا احنا ناس مش خاينة عشان نسجل، فانا ما عنديش دليل، بس اقسم بالله والله العظيم ده اللي حصل، والله العظيم وحياة ولادي ده اللي حصل. الهي ما افرح بيهم لو انا بكذب. هو اللي اتحايل على ماما عشان ياخد رقم خالي او يعرف حتى هو فين عشان يشوف له اي حاجة، اي سبوبة. لكن انت فاكر ان خالي، خالي هيتواصل معاك انت؟ خالي هيلوث سمعته واسمه ويضمنك انت في شغل؟ انت عواطلي، انت بتنام لغاية المغرب، انت بتاع شغل، ولا كنت اشتغلت ال4 سنين اللي انت قعدتهم على قفا الست هناك؟ مش انت بتقول كانوا بنوا بيوت وعماير اللي سافروا، الشباب اللي سافرت كنت عملت انا حاجة؟ ده انا محتكمش غير على الكلامتين عشان نايم في البيت. انت نايم في البيت، امك للاسف ما طلعتكش راجل تنزل تشتغل وتعافر وتصحى من بدري وتدور على شغل وتتهان وتتمرمط عشان تجيب القرش. عودتك ان انت تبقى على قفا الستات عشان تبقى عواطلي، تروح تدور على الفريسة اللي يكون معاها فلوس وتتجوزها زوج تحت الطلب وتدفع لك وتنصب عليها وتخلع بس، هو انت بتعمل حاجة تانية في حياتك؟ فانت فاكر ان خالي كان هيتواصل معاك انت او هيشوف لك شغل او بتاع؟ انا خالي ده عشان انت تقابله هناك، هناك مش هقولك في مصر، هقولك هناك عشان تقابله في فرنسا هناك. يعني هقولك ايه، هقولك ايه عشان تعدي على مكتبه حتى، يعني تاخد ميعاد من السكرتارية قبلها بقد ايه، واذا كان فاضي، انت متخيل اذا كان فاضي اصلا؟ ده انت عشان تقابل السكرتارية بتوعه يعني محتاج شهور، فما بالك هو؟ وطبعا اكيد مش يعني مش هيستقبلك انت في بيته، يعني برضه مش اي حد بيدخل بيته. فانت بتتكلم في ايه بقى؟ يعني نشوف انت بتقلب بتقلب الآية. اظن احنا بقى لو يعني في صلات متبادلة ما بين العائلات كده، يعني كنا وريناك بقى كارنيهاتنا وبضاءاتنا واسامينا وشغلنا وكان في بقى هيصه، كان في ليله في الموضوع بقى ده، كان في عزايم متبادله ورايح جاي.
اظن الكلام ده من دماغك انت، واظن تواريخ فيديوهاتنا يشهد على الكلام ده. انت طالع من الاخر تلم القرشين على اسم ستك، زيك زي القرعة زي بقية الشراشيح. في محتواك انت مش مكسوف من نفسك انها ما بتعبركش؟ بجد والله انت مش مكسوف انها ما بتعبركش؟ هتقولي لي يا رباب ده انا ده الشراشيح اللي كانوا بيسألوه هو بيرد، اللي مش عايز يجاوب ومش عايز يجيب سيرة حاجة مش هيجيبها. يعني بتقول لا محدش يجيب لي سيرة حد هنا، انا عايز اللايف نضيف. لايف نضيف؟ لايف ان اللي نضيف؟ اللايف النضيف ده لو انت طالع بمحتوى بتتكلم فيه، لو انت طالع بتعرض انجازاتك وشغلك ودنيتك. لكن انت ايه يعني؟ مش فاهماك بصراحة. الست لا بتجيب سيرتك ولا بتذكرك في فيديوهاتها وشغالة في محتواها وربنا كريمها، انت بقى عشان ملكش لازمة قاعد كل شوية تطلع تردح على الكنبة، كل شوية تطلع تردح على الكنبة الفيديوين ولا اللايف وشكرا على كده طول الشهر. اتعشت. ما تقدرش انت تنام بدري وتصحى بدري تنزل لشغلك تنزل بتاع؟ مفيش. وبعدين انا عايز افهم انت فين اهلك في الليلة دي؟ ملكش كبير؟ بجد والله الحاجة اللي بتطلع تدعي لك دي راضية عني يا اما راضية عنك يا ابني؟ الحاجة اللي بتطلع تدعي لك دي ما بتشوفش فيديوهاتك؟ مالكش اخ كبير او اخواتك البنات حتى؟ ما فيش حد محترم يقولك بطل قلة ادب وبطل لايفاتك وفيديوهاتك اللي بتعملها على قفا واحدة ست، استرجل كده وانزل اشتغل وما تجيبش سيرة واحدة كانت على ذمتك. اما انت متعود، مش جديدة عليك، الطبع ده فيك على طول من زمان. يعني ما فيش حد عندكو يقولك عيب ده احنا في بلد والبلد سمعة؟ ما فيش حد يقولك الكلام ده؟ فين اخواتك؟ فين جوازتهم؟ فين الليلة دي كلها؟ ما فيش؟ ما فيش حد يقولك احترم نفسك؟ هو احنا من عاداتنا ولا تقاليدنا ولا نخوة الفلاحين بتقول ان احنا كل شوية نعمل فيديو ولا لايف على واحدة ست وكانت على ذمتك وعلى سمعتك؟ يعني لو بترد على شراشيح بيشتموك كنا هنقول معلش ليه الحق، لكن واحدة ست كانت على اسمك وتخصك يا مهزق طالع تتكلم عنها؟ وانا عايزة اخلص. هي كانت بتجري وراك؟ ده انت اللي هتموت منها. دي مش معبراك، دي مش معبراك. انت متخيل؟ يعني انت دلوقتي مفروس منها انها عايشة حياتها وبتعمل محتواها وبتطلع تضحك وبتهزر وبتجهز لجهاز بنتها ومش شايفاك اصلا، ما تعرفش عنك حاجة، ما تعرفش انت بتعمل ايه. مش مكسوف من نفسك ان انت من غيرها ملكش لازمة؟ بتقول ايه يعني فتحت لي قناة السويس القناة وانتوا شايفيني بنزل عليها حاجة؟ امال انت بتعمل ايه؟ امال الفيديوهات كل شوية على الست الغلبانة واللايفات دي تبقى ايه؟ ما انت ما بتنزلش حاجة عشان ما عندكش محتوى. طب طالما مش قناة السويس بقى ومش هتنزل عليها حاجة وما بتعملش حاجة وملهاش لازمة، ما تقفلها. خليك راجل كده، راجل فاهم الكلمة، كلمة كبيرة عليك انا عارف، اكبر من ادراكك لان انت معكش شهادة، اكبر من ادراكك بس هحاول افهمها لك بالبلدي. خليك راجل، خليك راجل وحاول كده ان انت ايه تقفل القناة. طالما بقى هي مش قناة السويس وما بتنزلش عليها حاجة ومش عارف، اقفلها وافتح لنا بقى قناة جديدة كده بنفسك كده، ورينا الهمة بقى، ورينا المشاهدات بقى، ورينا كده الفيديوهات والمحتوى. او خلي عندك كرامة حتى وامسح فيديوهاتها اللي مقوملك القناة كلها. يعني انت بتقول في فيديوهاتك انا لو كنت اخدت قرش فمن حقي، انا اشتغلت معاها وعملت معاها. طب انت قلت اهو ان انت اخدت حقك باعترافك ان انت واخد حقك من قناتها، فين حقها هي من قناتك؟ فين حقها هي؟ يعني انت اعترفت ان انت واخد حقك، فين حقها هي؟ مش هنقول الاربع سنين اللي طفحتك فيهم، مش هنقول الاربع سنين اللي لبستك فيهم هدوم ما كنتش تحلم بيها، مش هنقول الايفونات والماركات والفلوس والهدايا لاهلك ولولادك والكلام ده كله، ومش هنقول الاربع سنين اللي انت عشتهم سفلقه على قفاها حتى الاكل والشرب ما كنتش بتجيبه. هنقول حقها فين من قناتك، قناه السويس اللي هي ملهاش لازمه عندك وما بتنزلش عليها حاجه وبتاع، فين حقها هي؟
راجل كده استرجل وامسح فيديوهاتها كلها من على القناة، او اعمل قناة جديدة وورينا بقى المحتوى وورينا المشاهدات، يا اللي بتقول هي بتعمل ايه ولا ايه المحتوى ولا بتاع، وبتقول انا عمري ما اتكلمت عن نفسي وقلت انا بتلقح على اخو مدام هناء انه بيعمل فيديوهات وبيتكلم عن نفسه. طب على الاقل راجل محترم بيتكلم عن نفسه، انت مالك؟ ما تتكلم عن نفسك انت كمان. هو مكمل اللي طالع وقرفنا كل شوية، وانا فلاح وانا اصيل وانا تربيتي اصلا انا محترم، هما مكمل اللي بيتكلم عن نفسه وبيشكر في نفسه، بتقول ما بيشكرش في نفسه غير ابليس. امال سيادتك كنت بتعمل ايه؟ ده انت كنت طالع كل شوية تصنفر في نفسك، اصل احنا بنعرف العادات، اصل احنا بنعرف التقاليد، اصل انا فلاح اصيل. فلاح اصيل ايه ده؟ انت الفلاحين مستعرين منك، ده انت عرتهم اقسم بالله. او في فلاح عره قاعد على الكنبه كده يردح على للستات؟ اتخمد بدري، اتخمد، عارف اتخمد مش نام، اتخمد اتخمد، لان انا عارفه ان انت ما بتنامش وبتقعد تشرب في سجاير اللي الستات بيدفعوا لك ثمنها. اتخمد بدري، خمد بدري، واصحى بدري، انزل اشتغل زي بقيت مخاليق ربنا. او لو ناوي تبلينا على السوشيال ميديا فاطلع بمحتوى نظيف. لكن انت لا عارف تعمل محتوى ولا ليك قبول، والناس كانت بتشوفك عشان خاطرها ومحدش بقى معبرك، هنعمل لك ايه؟ هنعمل لك ايه؟ القبول من عند ربنا. شوف واحده ست ايه والوحدها وبطولها في الغربه مع بناتها الاتنين وست ميت راجل، اشتغلت اشتغلت في كل مكان تقدر تجيب منه قرش حلال لبناتها. يوم ما فتحت قناه، فتحت قناه محتوى محترم نظيف تفيد بيه الناس، تبسطهم، تتكلم معاهم، تفيدهم بتجاربها. لكن انت تعمل ايه في حياتك؟ اقسم بالله انا لو طلع لي عيل كده ده انا ادفنه بالحياه والله. ازاي امك شايفاك كده وساكته؟ يعني ايه تفضل مخمود في البيت وتصحى تفتح لايف ولا تعمل فيديو عن اللي كانت على ذمتك؟ فين اهل البلد؟ محدش بيشوفك كده، محدش بيشوف الفيديوهات اللي انت بتعملها ديا. ده انت غلبت الشراشيح بمراحل بمراحل والله، اقسم بالله انت مهزأ. هقول لك اكتر من كده، انا عارفة كل اللي قهرك ايه، انا عارفة القرعة القرعة قهراك قوي ومديك الاوردر، خليها تديك الاوردر وانت تتهزأ، ما وراناش حاجة، مش مشكلة عادي، هي تسلطك وتطلع منظرك عرة كده قصاد الناس وانت تتهزق. كانت الشرشوعة بتقول لك يا ديك المزابل، احب افكرك يعني والله ما غلطت. انا بدأت اقتنع ان الشرشوعة عندها حق في كل الكلام اللي كانت بتقوله عليك، عليك انت بس كان عندها بعد نظر، اقسم بالله قالت عليك ديوس مش دول اللي بيقولوا كلمة الحق؟ خلاص عندهم حق. بقول لك ايه، اطلع كل شوية كده في فيديو ولا بلايف هاو هاو والملكة مش شايفاك، هاو هاو وردح على الكنبة كده والملكة في حياتها وفي دنيتها وفي نجاحها، وان شاء الله قريب بإذن الله لما تخلص منك وتشوف جوزها ان شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لهم نصيب مع بعض، وتقعد كده تعيط جنب الحيطة هنتفرج عليك، لان القرعة طبعا اللي هتبعت لك لا كارت ولا إقامة ولا تشوف لك شغل ولا هتفضل عواطلي زي ما انت. هنشوفك بعد سنة يعني اقصى حاجة، وانت لسه قاعد على نفس الكنبة وقاعد انا حصحص وحصحص انا، وهي في حياتها ومتهنية مع الراجل اللي يليق بيها، اللي يصرف عليها، اللي يعرف قيمتها، اللي يجيب لها شبكة ومهر وشقة، لا شقة ايه، فيلا وعفش وخروجات ويسفرها بلاد الدنيا كلها. اتقل هتاخد حاجة نظيفة وتتفرج، تتفرج على الملكة وهي مع اللي يستحقها، واحنا بنتفرج عليك وانت قاعد تبكي على الاطلال كل يوم في فيديو ولا في لايف انا حصحص وحصحص انا. وارجع اقول لك برضو في اخر الفيديو، داين تدان عندك بنات، ويا رب يا رب يرزقهم براجل نسخة منك، نسخة منك، عشان فلوس النصب على بنات الناس هم هياخدوها حلال عليهم، هيضحكوا على بناتك بكلمتين وهيبقى حلال عليهم برضو، وبناتك هيقعدوا جنبك هتبقوا لطم جماعي، واخدلي بالك انت؟ هيبقى لطم جماعي ليه؟ لان الفلوس الحرام
فالنار اولى بيها، ما تقلقش اصبر وهتتفرج، ربنا هيسلط برضو عليك نفس الوضع ان شاء الله، يقين بربنا، لان ربنا ما بيرضاش بالظلم، وانت انسان ظالم، انسان متبلي، انسان كذاب، انسان اسهل ما عنده الحلفان بربنا كذب. ومستنيه التحدي اللي انا قلته لك في الفيديو ده، عشان لو ما طلعتش بيه هتبقى عارف تمامك ايه. واطلع بفيديو ولا بلايف تاني عشان تلاقيني نازله على نافوخك برضو بالقبقاب، انا ما عنديش مشكله خالص، وطالما حابب ان انت تتهزق وتجيب في سيره الست الغلبانه دي وتجيب في سيرتنا، فانت اللي بتجيب لنفسك التهزيق، خلي القلعه تنفعك وتبقى تشيل عنك التهزيق. انتوا الاتنين مهزقين وشبه بعض، مجمع لما وفق. انت ما طلعت الصحيح شكرت لنا في قرعتها في اللايف ده برضو، انت نسيت الموضوع ده، كان شعرها كثيف وهكذا. يلا يا جماعة نشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات جديدة. السلام عليكم.